يا الاخوان فيديو جديد اليوم ان شاء الله ندوي على دوفيس تاتش كيفاش تاني من دوفيس تاتش من الفاج عندي ولاد لي زانفو اللي مهمين بزاف خاص تكون عارفهم قبل ما تبدا في الفاج ديالك استراتيجي لازم تتبع باش تدخل بنف من الجيم هاد الفيديو الاخوان ماشي يكون فيها توتوريال ديال الفاج اللي باغي يعرف كيفاش يدير الفاج كيفاش يهز لي ديدا ويحطهم في بلاصه اخرى درت واحد الفيديو صغيره تلقاوه في لاشين ما فهمتوهاش كاين بزاف ديال لي فيديو في يوتيوب على الزاوه ولا نقدر ندير فيديو اخر نشرح هذوك المسائل ف الزاوه اللي اول مره غادي يشوفوا الجيم حاولوا تدخلوا تلعبوا في الجيم واحد شويه دوفيس تاتش ما فيهاش لابونمون ممكن تلعب فور فري ما تخلص والو تسلك مزيان في الجيم واحد يومين ثلاث ايام حاول تكري بيرسوناج يكون فيكا قلب مزيان عرف فيكا هو اللي تكري تفهموا علاش الاخوان في زعما في وسط الفيديو تفهموا علاش قلت لكم هاد اللعيبه هادي اذا هو اللي ديجا تيقصروا في الجيم في بروفيسيال ولا شي فيرسون اخرى ديال الجيم كنتو حاطين الكاميرا لزا وحاولوا تانفيستيهم هنايا صيفطوهم اما سي سيرفر مادام ممكن تشونجيو الكاميرا ديالكم نتوما هادشي عارفينو وغالبا تكونوا عارفين حتى هادشي ديال الفاج هاد الفيديو خصوصا مديولا للدراري اللي اول نوبه غادي زعما يدخلوا للجيم ولا شي حاجه ما فاهميناش كي تعرفوا لزا وانتم دوفيس راه ستابل بزاف هاد ان اف تي جيمز NFT games فيهم توكنز غادي تطيح هاجي دوفيس العزاوي ما فيها لا لا NFT games لا الكامات ديالك تبيعهم تتبيعهم لي سيت فين تبيع غادي تلقاهم في الديسكورد ديال العزاوي جيو انت البريفي ولا يشوفوا في الديسكورد تلقاو كلشي امبانكلي تما امبانكلي في الروم ديال دوفيس انه حنا دايرين روم كل جيم العزاوي اللي باقي ما دخلوش الديسكورد دخلوا ليه العزاوي غادي تعاونوا تما سولتي راه غادي يجاوبك تلاقي فهمتيني ما عندناش حنا بنادم ايغويستيك ولا شي حاجه وتا واحد ما غادي يقول لك خلصوا حنايا الزاو حنا هادشي هذا ما ماشي يكون زعما ما حتني انا مجي غير شي لعيبه ماشي يكون شي حاجه ديال خلصني باش تعرف هادشي ما متسنى والو زعما في لاف ديسكورد لاف فلاشين عموما اللي باغي يشري شي حاجه فور فري مرحبا به معنا اللي بديك اللعيبه ديال تخلص باش يقول لهم فو فهمتيني يخرج من داك الديسكورد ما تعولش على هاد اللعيبه ما عمرها تكون بلا فلاشين ولا في ديسكورد ما حتني انا مجي غير من الاخر العزاوه لي زانفو اللي مهمين كاين جوج ديال الانواع ديال لي ديال اللي ممكن تدخلوا بهم اما ريبرو اما العاديين ريبرو العزاوات يولدوا حتى الربعه ديال لي دي العاديين تيولدوا حتى الثلاثه دوكو زعما اوتوماتيكمون ريبرو تيكونوا غاليين العاديين العاديين تيكونوا رخاص ريبرو العزاوة اخر مره شفت البري ديالهم 2 مليون الكونت دايرين حتى الثلاثه ممكن تلقاهم برخص ممكن تلقاهم بكثر انت هذاك اللي بيبيع عليك فا قلت لكم 2 مليون 3 الكونت الكونت اللي زاوي هي 100 تراغوجين كيفاش تقسم هذيك التراغوجين غندوي على دابا قبل منا ابونمون ما كايناش دوفيس تاتش كيفاش تقسم هذوك التراغوجين كل كونت تيكون فيه 5 ديال لي بيرسوناج اللي زاوي فهمتيني كل كونت تكريي تيكون فيه 5 ديال لي بيرسوناج تلعب بيو كل بيرسوناج تعطي شويه ديال الكراما شويه ديال لي بوسيون باش تبقى تمشي وتجي لي زونكلو الخدمه ديالك اللي غادي خصك ديرها حتى هادشي زاو فيه شويه ديال الخدمه ممكن تعطي لخوك يلعب معاك ممكن تعطي لاي واحد يلعب معاك هو خاصو شويه ديال الوقت العزاو ماشي نقول لكم غتدخل 4 ساعات سالي هادشي خاصو سوايع مزيان على حساب الا درتي بزاف ديال لي كونتي خاصك سوايع باش تجيغي لي الفاز ديالك خاصك تكون ستريكت في الوقت ديالك فهمتيني تعرفي متى تدخل تعرفي متى تخرج واخا خاصك تبقى فايق في الليل بقى فايق في الليل تتكد المسائل ديالك العزاوي حتى تجي راه خدمه وخدمه اللي تنعرف انا بنادم عنده 40 عام و 50 عام تيلعب ومعيش بها لا فامي ديالو العزاو باش تكون عندكم هادشي في عقلكم كي قلت لكم 5 ديال لي بيرسوناج في كل كونت كل بيرسوناج تعطي 20 دي دي نعاودها كل بيرسوناج تعطي 20 دراغوجين دوك 20 دراغوجين تيكون منهم 10 ديال لي فيميل و 10 ديال لي مال باش تتزاوجهم بيناتهم وتعطيوك لي بيبي كل بيبي تيتولد ليك تما تيعطيك العزاوي واحد بارشومان فهمتيني من دابا شويه تشوفوا البخي ديال لي بارشومان العزاوه تنسالي ولا ترا ديالنا على هاد الشهاده القصره تكون بالايميلاتور ايميلاتور زعما اش نسميه دابا ولكن تلقاوه في ديسكورد البري ديال البارشومان تيدوز من ما تيكون من 80000 حتى 300000 كاما ل 10 ديال لي بارشومان ل 10 ديال لي دراغوجين تقريبا فهمتي بارشومان واحد تيساوي دراغوجين ف كتحسب انت الحساب ديالك فهمتي شوف الدراغوجين اللي غادي تشري شحال تيعطي كتحسب البينيف ديالك انت بوحدك بلا ما يحسبوا لك شي واحد فا البري كي قلنا 80000 حتى 300000 هو غالبا عزاوة تيكون بين 100000 حتى 150000 هادي هو زعما هذا هو الثمن اللي تيكون فيه فدابا الاستراتيجيه العزاوة ديال شي خصك زعما باش تكون اوبتيميزي في الباج ديالك اول حاجه خصك ديرها باش تبدا تخدم بدراغوجين خصك تطلع لها الماتوريتي
باش تقتل كبيله وتطلع على تطلع على فهمتيني الماتوريتي لا زاوا سيرينيتي واحد السين تا كاين لتحت خصها تكون بين ناقص 2000 وبين بلس 2000 باش تقتل هاد الماتوريتي واحد اللعيبه زريقه ديال التراغوجين تكون لتحت قلت لكم هادشي تقلبوا على فيديوهات تفهموا هادشي كله من بعد ما تطلع الماتوريتي ديال التراغوجين غادي خصك هاد البيرسوناج اللي قلت لكم في الاول حاولوا تكريوه هو اللي هو فيكا ويكون ليفل 140 حاولوا تطلعوه باش تقد تسالي لي كومبا ديال تطلع ديال الدي دي ديالك في 10 حتى 15 سكوند الدي دي هاد اللعيبه الاخوان تنجيرو واحد اللعيبه تمشي لواحد الماب تتكومبا مع واحد لي مونستر تتسالي الكومبا ديالك في 10 15 سكوند بالفيكا حيت هو اللي تيسالي في هاد الوقت هذا تطلع ليك التراغوجين ديالك الا قلب لخمسه صافي ديك الساعه ديك التراغوجين خاصك تكمل الخدمه ديالها تطلع في لاموغول اونديغونس ابخي تقطع كوبلا فهمتي تقدر تصيفطها تتزوج تولي ممكن تولي فيكونت كنتي ما طلعتيش الماتوريتي ما طلعتيش اللعب ما تقدتي والو ما تشتي على زاوي ما تقدتش تقبض البارتيمون ديالك ما تقدتش تبيع فهادشي اللي هنا ضروري على زاوي اللي خصك زعما خصك تديرو ضروري شحال خاصك انفيستي في الجيم هادشي كله على زاوي على حساب النوع ديال التراغوجين اللي قلت لكم شحال غاتشريهم فهمتيني اش من غاز شريتي البري ديال البارتيمون هادشي كله تيلعب دور في شحال غادي خصك انفيستي نتايا الحاجه مهمه الاخوان حاولوا ديروا هي ميزون ضروري خصك تقدا ميزون ستاكي فيها الكامل ديالك ولي بارشيمان باش كاع نقولوا الا طبانيتي الا طبانيتي تلقى المسائل ديالك باقي تما دخلت بيه المسائل ديالك ايزي حاول يكون عندك 6 ديال لي غاس فهمتي ضروري خصك يكون عندك 6 ديال لي غاس باش لا شي غاس شي بارشيمان بطا تلقى بارشيمان اخرى تعوض بها صافي هادشي اللي كاين العزاوه وفاش تكون تبيع لي بارشيمان حاول ديما تهبط البري بان كامل فهمتي جا شي واحد هبط البري عليك نتايا هبط نتا عليه كامل بان كامل باش البري ديال البارشيمان زعما نهبطوش فهمتي يبقى ديما ستابل هادشي اللي زاولاش بنادم ما تيبيش يشري معاكم هادشي هذا باش نوضح لكم هاد المساله ديال الفاج حتى الفاج كل ما دخل بنادم عليه كل ما البري تيخماج وتيخسر ولكن انا تايق فيكم انه بنادم لا تيدخل غادي يجي هاد المسائل هادو هبط البري مع ان كامال زاو باش تلقى تبقى ستابل وكل شيء يبقى رابح هاد الدوكيمون زاو تلقاوه في ديسكورد اللي بغى يشوفو بقى يشوف هنايا باش يعرف المسائل ديالو فين واصلين غنخلي لكم ايبانك لي في الروم ديال دوفيس نحيدو هاد العزاوي دابا نشوفو البخي ديال البارشيمان كتشوفو معايا العزاوي البخي على حساب ديال الفيتاليتي دايرين 130,000 تقريبا ولا 10 هادو دايرين 110,000 هادو دايرين 200,000 تقريبا هادو هابطين 84,000 هادو 170,000 فعندكم الاخوان 6 ديال الانواع ديال البارشيمان كل غاز ديال الدراغوجين تتعطيكم نوع ديال البارشيمان حاولو ديرهم نتوما بستة كبطو انواع اللي تعطيوكم هادشي بستة فهمتيني على حساب انت شحال تيبان لك اش اللي تيبان لك شحال بغيتي تديرو اللعيبات شحال عندك ديال الفلوس هادشي كله تيلعب دور في هادشي الاخوان البلان ديال الماتوريتي اللي قلت لكم خصها تكون بين سيرينيتي بين 2000 وبين زعما بين ناقص 2000 وبين بلس 2000 هي هادي هاد الوسط هذا خصك تطلع هو الاول هاد اللعيبه الزريقه خصها تكون هنايا بين كتشوفوا هاد اللعيبه دابا ناقص 4922 خصها تكون بين ناقص 2000 وبين بلس 2000 باش تقدر تطلع هاد الماتوريتي فين تطلع على زاو تطلع هنايا كتشوفوا معايا دابا تطلع في هاد القيطه تبقاو تشربوا الماء تما تطلعوا في الماتوريتي ابخي تقدر تطلع في الليفل فهمتيني على زاوي نقدر ندير لكم شي توتوريال ديال الفاج من بعد لا بغيتو زعما في هاد المسائل هادو انا فين تبلاصتي هاد التراغوجين ديال العزاوي اللي تطلعهم في الماتوريتي هنايا وفي المدينه الاخرى اللي سميتها براكمار فا تيبان لي العزاوي دويت على كلشي في هاد الفيديو شحفت كاع والله الا شفت العزاوي فا اللي عجبو الفيديو العزاوي خلي لنا واحد اللايك تسود الطريق وانا تندوي نون ستوب الفيديوهات العزاوي راه ما تنيديتيهمش غالبا تنخليهم كيما هما اي باش زعما بنادم يعرف انه راه ما كاينش زعما داكشي اللي جيت فهمتيني ما تنفكيش شي حاجه ولا شي لعيبه اكيد لكم الاخوان هادشي تنجي انا تقريبا واحد 3 سنين 4 سنين هادي ماشي زعما غادي نجي نعطيك شي حاجه ما كايناش بان في كاين بغيتي تدخل انفيستي في الجيم مرحبا بان لك هادشي ماشي بلان فهمتي ديسيزيون ديالك حاجه اخرى الاخوان لي انفيست في شي حاجه اسومي ريسبونسابيليتي ديالو انا ماشي انا فهمتي ما تنقيد حتى شي واحد ديسيزيون ديالك انت اللي انفيستي في شي حاجه انا ما عندي حتى شي علاقه بهداك الشيء العزاوه غنحاولوا نكملوا 10 دقائق العزاوه هنايا فهمتيني فاللي عنده شي شي لعيبه يقول لنا في لي كومونتير يقول لنا العزاوه اللي عنده شي اضافه بزياده يقولها حتى هي غلطت في شي حاجه يصلح عليها في لي كومونتير وتحياتي لكم العزاوه نشوفكم في فيديو جديد حنا كملنا 10 ديال